أهلاً وسهلاً بكم طلابي الأعزاء. في هذا الفيديو أعزائي الطلاب نتطرق إلى الكتاب الذي سنعتمده وهو من الألف إلى الياء. في الوحدة الأولى نتحاور ونتشاور. يعتبر الحوار عزيز الطالب مع الآخرين مفتاحاً لتنمية العلاقات الجيدة سواء في العمل أو الجامعة أو المنزل. في الواقع يعتبر إتقان الحوار مع الآخرين فناً حقيقياً، لا سيما عندما يتضمن التحدث إلى أشخاص مختلفين في مجموعات اجتماعية وبيئات مختلفة. إذن عزيزي الطالب، فن الحوار الناجح تعتبر إدارة الحوار مهارة اجتماعية أساسية، لكن هل تعلم أنه يمكن اعتباره أيضاً فناً؟ إذن كيف أتقن عزيزي الطالب فن الحوار؟ في حين أن هناك موهبة وهو الحوار المتقن الناجح، قد يحتاج البعض إلى التمرن والتدريب لتطويرها، وهو أمر ليس بالمستحيل، بل يمكنك اكتساب هذه المهارة. إذن فن الحوار كما قلنا عزيزي الطالب تعتبر مهارة اجتماعية أساسية، وأنه يمكن اعتباره أيضا فنا، ويدور فن الحوار حول تجاوز التواصل الجيد والوصول إلى مستوى الإتقان. وأن إتقان فن الحوار لا يعني فقط أنه أصبحت جيداً في تحقيق أهدافك من خلال الحديث، ولكن أيضاً أصبحت ممتعاً بشكل ملحوظ، ويخلو حديثك من أي ملل أو تكرار. إذن هو فن الحوار، لا شك أن التقينا جميعاً بأشخاص لديهم موهبة كبيرة في إدارة الحديث مع الآخرين بسهولة ومرونة تامة، وتتمتع بنفس مهاراتهم في الحديث، وأيضا أن تكون متواصلا جيدا وقادرا على إدارة الحوار بشكل جيد. أهداف هذه الوحدة أعزائي الطلاب: وصف محتوى الوحدة، شرح أهداف التقييم والمفاهيم الرئيسة بالوحدة، الحديث عن مشروع الوحدة. محتوى هذه الوحدة عزيزي الطالب: تتناول هذه الوحدة فنا من الفنون الأدبية العربية وهو فن الحوار، حيث تضم مجموعة من الحوارات من خلال نصوص الوحدة التي تتحدث عن الخطاب المباشر وأسلوب الحوار في تمثيل أدوار ومشاهد، مثل في المصعد، رحلة على ظهر سمكة، الفيل المغرور، وهناك حوارات شعرية مثل الشكر للسماء. وسنكتب من خلال هذه الدروس حوار في مواضيع مختلفة، بالإضافة إلى مهارات أخرى مثل مهارة الاستماع من خلال نصب عنوان يا بحرنا، ومهارة التحدث من خلال وصف بيئة مكانية طبيعية، والحديث باللغة الفصيحة. كما تتناول هذه الوحدة جانباً آخر بالحديث عن القضايا اللغوية، مثل قاعدة أقسام الكلام، الجملة البسيطة، ضمائر المتكلم والمخاطب، أسماء الإشارة، المفرد والمثنى، وقضايا كتابية مثل كتابة الأحرف المتقاربة لفظاً وعلامة الوقف. إذن في هذا الوحدة عزيزي الطالب كما قلنا سوف تتناول فنان من الفنون الأدبية وهو الحوار، وقلنا أيضاً أن الحوار فن الحوار الناجح تعتبر أداة الحوار مهارة اجتماعية أساسية، لكن هل تعلم أنه يمكن اعتباره فنان أيضاً؟ يدور فن الحوار حول تجاوز التواصل الجيد والوصول إلى مستوى الإتقان، وأن إتقان فن الحوار لا يعني فقط أنك أصبحت جيدة في تحقيق أهدافك من خلال الحديث، ولكن أيضا أصبحت ممتعا بشكل ملحوظ، ويخلو حديثك من أي ملل أو تكرار. كيف تتقن هذا الفن عزيز الطالب؟ بهذا الموهبة قد تحتاج البعض إلى التمرن والتدريب لتطويرها، وهو أمر ليس بالمستحيل، بل يمكنك اكتساب هذه المهارة خلال وقت قصير إن التزمت بالنصائح عزيزي الطالب. أما تكامل هذه الوحدة مع المواد الأخرى، التربية الفنية. تتكامل هذه الوحدة عزيزي الطالب مع التربية الفنية. تتكامل موضوعات هذه الوحدة عندما يقدم الطلبة شريطاً مصوراً يكتبون فيه قصة، ما يرسمون الشخصيات والمكان الذي تدور فيه الأحداث، مع إضافة الفقاعات لكتابة حوار. إذن
تتكامل هذه الوحدة مع التربية الفنية عندما يقدم الطلبة شريطاً مصوراً يكتبون فيه قصة ما ويرسمون الشخصيات والمكان الذي تدور فيه الأحداث مع إضافة بعض الفقرات لكتابة الحوار. أيضاً تتكامل مع مادة التاريخ، سترتبط هذه الوحدة مع مادة التاريخ ارتباطاً وثيقاً من خلال البحث عن مدينة أثرية ومعرفة تاريخ تأسيسها وأشهر شيء فيها وأهميتها الحاضرة، وسيبحث عن شواهد تثبت ذلك من خلال الكتيب الذي سيقوم الطالب بعمله. إذن هنا تتكامل كما قلنا مع التربية الوطنية وأيضا مع مادة التاريخ. مشروع الوحدة عزيز الطالب، تكليف الطلاب بالبحث عن مدينة أثرية مبينا تاريخها وأقسامها وأهدافها بهدف نشر الوعي وتوثيق مصادره، ثم عمل كتيب يسمى الدليل السياحي. إذن تكليف الطلاب كما قلنا بالبحث عن مدينة أثرية مبينا تاريخها وأقسامها وأهدافها بهدف نشر الوعي وتوثيق مصادره، ثم عمل كتيب يسمى الدليل السياحي. أما ربط هذه الوحدة مع رؤية ورسالة المدرسة، يصل الطالب في نهاية هذه الوحدة عزيزي إلى تحمل المسؤولية اتجاه الاستخدام صحيح للبحث ويكون منظماً، وهذا من خلال ما يواكبه في بيئة تعليمية تفاعلية في مجتمع متعدد الثقافات. أيضاً يمتلك الطالب في نهاية الوحدة قيماً عالمية مثل التحدي والاكتشاف. إذن الربط مع رؤية ورسالة المدرسة تؤدي إلى الوصول إلى تحمل المسؤولية ويكون الطالب منظماً، وهذا من خلال ما يواكبه في بيئة تعليمية تفاعلية في مجتمع متعدد الثقافات. عزيزي الطالب، من خلال عمل المشروع سيكون هناك مصادر للوحدة للرجوع إليها، وهو موضوع والكهوت، وهذه مصادر تؤدي إلى مساعدتك في البحث عن المواقع الأثرية أو الموقع الأثري سوف تقوم باختياره. تأمل الوحدة عزيزي الطالب. بعد الانتهاء من دراسة الوحدة أجب عن الأسئلة الآتية: ما هي الصعوبات التي واجهتها أثناء استكمال مهام التقييم النهائي؟ أي المهارات بحاجة لمزيد من الممارسة؟ وما هي نتائج التعلم في هذه الوحدة؟ ما الذي كان مثيرا للدهشة فيما درسته؟ وما الذي سنفعله بشكل مختلف المرة القادمة؟ شاكرة لكم أعزائي الطلاب حسن استماعكم وتعاونكم.